ارتفاع إحصائية حوادث المرور على الطرق بمدينة طرابلس بات مصدر قلق للمواطن والمسؤول على حد سواء، حيث بلغ إجمالي القضايا المحالة إلى نيابة المرور 157 قضية في النصف الأول من السنة الحالية. حوادث القتل في شهر 5 وجدنا 9 حوادث، في قبلنا 9 أشخاص وفيات. أما بالنسبة لي صراحة يعني ارتفاع لا بأس به، قريب 50% وقريب يعني 18 حادث ويقابلهم 20 شخص وفيات. أسباب كثيرة تقف وراء ازدياد عدد حوادث المرور وآثارها المتمثلة في الوفاة والإصابات المتفاوتة والأضرار المادية المختلفة. لو نظرنا للسائق، لو ما كانش كامل أهلية، ولو ما كانش يعني يحوز رخص قيادة، وما كانش ملم بينتج عنا أخطاء. لو ضرنا الطريق بنى تحتية هلاك وما فيها صيانة، لا ملامة على المواطن يعني بالنسبة للطرق بنى تحتية. لو نظرنا للسيارات، السيارات يساهم فيها المواطن، يساهم في الجلب السيارات من خاصة نتمنى من الأخوة في دار عام الجمارك مساعدتنا في كشف على السيارات خاصة المتهالكة اللي يتم جلبها بالألاف. نزوح الكثير من العائلات إلى طرابلس بسبب العدوان ساهم في ارتفاع عدد المركبات المارة على الطرق البرية، الأمر الذي ألقى بالمزيد من المسؤولية على شرطة المرور ودورياتها الثابتة والجوالة. المواطنين اللي نزحوا طبعاً الأغلبية جونا في منطقة سوق الجمعة، لكن الحمد لله زدنا في الساعات العمل، وطبعاً سيادة المدير الأمن بارك الله فيه العميد الدكتور أسامة عودان مش مقصر معنا، حتى درنا لمحة حقيقة زاد من معنيات الشرطة اللي عندي بالكامل. عندنا شرطي تعرض لضربة شمس من كتر الشغل، جاء هو نفس شخصيا وبعث مكتب العلاقات، داروا زيارة لعضو المرور طبعا، وتم نقله إلى عيادة خاصة. يواصل رجال المرور عملهم ميدانيا في طقس شديد الحرارة في بلاد تفتقر إلى المواصلات العامة وخطوط السكك الحديدية واستحداث طرق برية جديدة وتفعيل خطوط الرحلات البحرية الداخلية، حيث يزداد الطلب على السيارات الخاصة لاستخدامها على طرق برية متهالكة وتنعدم في أغلبها الإنارة الليلية لترتفع نسبة الحوادث باطراد مخيف. لقناة ليبيا الأحرار، أحلام الكماشي، طرابلس.